لما مساء النور، سي اهلا بوشاير، وسهلا. كيفك؟ هانيه، بخير، كلشي مزيان؟ درتي الله يطول لي الى عمرك. الناس لاله ديالنا مولا، سي الله والمتابعات يكبر. ديالنا الوفيات. سيدي، بقيت حتى عييت، حتى انا في الشهر الرابع ما بغيتش ندوز بالزربه. قلت بلاتي حتى انا ما يدوزش حتى ندوز مع واحد لا برومو مزيانه ديال شي تويبات هكا ديال الكريب بون كاليتي طبعا من روميسر، ومع جوهره يعني نوفيل كوليكسيون ديالنا 3 متر على متر ونص، البنات زاهيين وزوينين. قلنا علاش لا ما ندوزوهمش في هذا الشهر، هو فيه الشتيوة، هو فيه الربيع، هو فيه الصيف، فهمتي؟ دوزنا فيه العيد، دوزنا فيه رياضة، المغرب كامل تيقول هاد الهضرة، ماشي غير لبنى رميسة. فيه شوفوا الصول، البنات، شو بالك اسي بوشعيب، هادشي كيحمر الوجه ولا لا؟ اللوينات كلهم شي زوينين. اللي غادي نسولك عليه باش الكليان، كيف كنقول اختي لبنى، يكمل معنا الفيديو حتى الاخر. الثمن ديالو، الثمن ديالو سيدي كيبقى في 600 درهم، ثمن مناسب. واخا لبنى بالنسبه للجوهره شحال في العبار ديالها؟ جوهره فيها سيدي 3 متر، والثوب فيه الثوب ديال الكثاف الثاني طبعا اللي هو الجلابه، كاينه فيه 2 متر ونص. ولكن اختي لبنى حتى الجوهره حيت عبرت انا قبيله لقيت فيها 3 متر 30. 3 متر سيدي على متر 30، اللي قلتيها شوف كلامك هو الكبير، لا كلام اللي قالها سي بوشعيب، حتى واحد ما كيجي فوق منه. الله يكبر فيك لاله. ها هو واحد البيض تبارك الله زويون ديال العرايس، ما حد حنا في مواسم ديال الزواج، العرايس ومواسم الزواج، وي كلشي الناس تبارك الله كيجيو عندنا عريسات وبنات بغاو يديروا التعارف، بغاو يديروا الخطوبه، دونك هذا لون زوين زاهي وباهي وانيق ورشيق وكله فهمتي على الهوا سوا وجميل كلشي. المهم راه لون يلستيك في لون طبعا، راه الكليانات ديالنا الوفيات راه كيجيو كيبغيو يديو حاجه كيصدقوا داو عقوزتهم، داو لعروستهم، داو لجارتهم، داو لربيبتهم، دات لدرتها مال تضرر راك تاخذ. انا غدا ويا غدا هي وفرحانه لابسه الجلابه، وقلت علاش الجلابه؟ ايه حقك معايا جلابتك زوينه بصراحه، الله يبارك فيك، خطيره جاتك، خطيره صح، حسك وراحتك. لا لا جاتك واعره. شوفوا هذا النوار، هذا شو لون اش داير؟ لون غجري زويون، لون غجري فيه شويه الغروب. نشوف اسيدي هاد النوار الغري تبارك الله شحال كنوال، شحال زين، شحال غادي يزيد قيمه ورقي للمراه المغربيه طبعا، الاخت المغربيه الاصله. شوف اسيدي لون يستيك فلون، يعني الخمريه تلبس والفاتحه تلبس والبيضه تلبس والشهبه تلبس والسميمره الحلوه تلبس، كلشي زين. الله يزين ايامك على هذا اللون. ها واحد اللون ثاني ديال العرايس، ها هو ديالي برانسيس، هذا صراحه من الالوان المفضله عندي هو هذا اللون. هذا يعني كفرع. ومرحبا بكم، دوزوا عند سي بوشعيب، دوزوا عند لبنى واختاروا، وان شاء الله راه في التوصيل ان شاء الله ما يكون غير خاطركم لا في اللون ولا في الثوب ولا في الميتراج. بصحه وراحه. الله يكبر بك اختي لبنى، لا على خطك، صحتكم وراحتكم. يعطيك الصحه.